من حوالي أسبوع ظهر حالات مرضية غريبة في محافظة قنا، ووصل عدد الإصابات بها لمئات الحالات. في البداية ما كناش في تفسير واضح لطبيعة المرض، واللي هو انتشر بسرعة جدا بين السكان، ولكن بعد كده تم الكشف على أنه هو مرض اسمه حمى الضنك، وابتدى المصابين ياخدوا العلاج للتعامل مع المرض ده. لحد كده هايل، لكن المشكلة كانت أنه في يوم السبت اللي فات خرجت منظمة الصحة العالمية وأعلنت بشكل رسمي ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك حوالين العالم بشكل كبير جدا، وده بسبب الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة بتاعة الجو. ولأن الموضوع شاغل الناس جدا على السوشيال ميديا وفي كلام كتير حواليه وإشاعات أكتر، هيكون معانا دلوقتي مداخلة من الدكتور خالد يونس رئيس أقسام البطنة بالمركز القومي للبحوث عشان نعرف منه كل شيء حوالين حمى الضنك وإزاي نحمي أنفسنا وأولادنا منها، عشان برضو نكون كلنا مطمئنين وما نمشيش وراء الإشاعات المنتشرة على السوشيال ميديا. إزاي حضرتك يا دكتور؟ أهلا وسهلا، إزاي صحت حضرتك؟ الحمد لله كله كويس. أول حاجة عايز أعرف من حضرتك إيه سبب الإصابة بحمى الضنك؟ السبب الإصابة، السبب الرئيسي هو اللزق بالبعوض الحامل للفيروس ده. عادة لما الإنسان بيلدغ بيبقى بعد كده ممكن بياخد فترة حضانة للمرض، ممكن تاخد من حوالي 3 إلى 10 أيام، وبعد كده بتظهر عليه أعراض الإصابة أو ما يظهرش عليه خالص أي أعراض. تمام، يبقى الأساس هو لدغ البعوض وليس الكونتاكت مع المرض. طيب هل في أعراض معينة بتظهر على المريض فبنعرف إن هو كده عنده الحمى دي؟ طيب الأعراض دي بتتراوح، يعني بين ان ما يبقاش في اعراض خالص عند بعض الاشخاص وما يبقاش في اي مشاكل ولا يعانوا من اي شيء، وممكن تبقى اعراض خفيفه وممكن تبقى اعراض شديده، وقد تتطور لزي ما احنا بنسميها حمى الضنك الوخيمه اللي هي اللي بتبقى صعبه جدا او مميته يعني في بعض الاحيان القليله جدا يعني. الاعراض طبعا هم كانوا بيسموها حتى حمى تكسير العظام، نتيجه ان القصه الاساسيه بالنسبه لها هي من اسمها حمى، فبالتالي بيجي ارتفاع في درجه الحراره. طبعا بيجي ارتفاع جامد في درجه الحراره معاه صداع معاه الام في العظام بتبقى رهيبه جدا. وفي حاجه كمان بنسميها باسو بنمونيك او بتبقى كاركترستيك او مميزه للحمى دي، ان العيان وهو بيحرك عينيه بيحس بالم. العيان نفسه حتى يقول في حاجه غريبه، انا وانا باجي احرك عيني او في مقله العين بحس بالام بتبقى موجوده عندي. تمام، فدي من ضمن الحاجات. بعض الاحيان بيبقى فيه بعض رعش او سطح جلدي بيحصل عند المرضى، واذا تطورت الامور وبقى فيه نقص في الصفائح بيبتدي يحصل زي نسر بسيط تحت الجلد، بيجي في صوره حاجات زرقاء تحت الجلد مع الرعش او السطح الجلدي اللي بيبقى موجود. السطح الجلدي ده ممكن يصيب الجسم تدريجيا عاده فيما عدا الوجه، ده المعتاد. طيب دكتور، حمى الضنك او حمى الضنك ملهاش علاقه او ارتباط بدرجات الحراره الجامده لما الدنيا بتبقى حر بزياده؟ لا طبعا لها ارتباط، لان هي القصه ارتباطها الاساسي بالبعوض. تمام، فبالتالي لما بتزيد الحراره دايما، هو كان بدايه حمى الضنك فيفر دي او الضنك او الضنك زي ما الناس بعض الناس بيسموها، دي بتبقى في المناطق الاستوائيه اللي فيها حراره مرتفعه. اوكي، فعاده لما بتزيد درجه الحراره بيبتدي الحمى دي تنتشر، نتيجه ان هي الدوره الحياتيه جوه البعوضه نفسها بتتطلب حراره تبقى فوق 25. فطبعا دايما الجو الحر بيساهم في ان هي تنتشر. النقطه الثانيه، دايما عندنا مرتبط ان احنا الفصول الحر بيبقى البعوض بيزيد طبعا ونشاطه بيزيد. مظبوط، فبالتالي ان الحمى بتنتشر في الاوقات اللي بيبقى فيها حر زياده. طيب المفروض يا دكتور اول ما تظهر علينا الاعراض، بعد الشر علينا جميعا يا رب، نعمل ايه؟ كويس، زي ما قلنا الاعراض بتتفاوت. احنا دايما بنقول بالنسبه لحمى الضنك مفيش علاج محدد، العلاج بنتعامل مع الحاله على حسب الاعراض الموجوده عند الحاله. لو واحد اكتشف بقى عنده اعراض ودرجة حرارة عالية وكلام زي كده، ده عادة بنبتدي نقول له احنا بناخد المخفضات البسيطة اللي هي مشتقة ايا كان اسمها التجاري من الباراسيتامول. تمام، دي المتاح لينا ان احنا بناخدها.
طبعا بنقول للناس منعا باتا ممنوع الاسبرين والابيبروفين والمشتقات اللي هي من هذا القبيل، لان دي في الوقت ده ما بتبقاش محببه. بس يا دكتور مش حضرتك بتقول ان هو اول حاجه لازم نعالجها الحراره؟ اه. طيب ما هي الحاجات اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي دي فيها باراسيتامول صح ولا لا؟ لا ما فيهاش. ما فيهاش. الاسبرين ده ماهوش باراسيتامول، والايبوبروفين ده ماهوش باراسيتامول. اوكي، يعني احنا نبتدي بالمخفضات بتاعه الحراره بعدين نشوف هنعمل ايه بعد كده. ايه الخطوه الثانيه؟ المسموح هو الباراسيتامول. اوكي. ايا كان اسمه التجاري بعد ذلك. مفهوم. تمام؟ فده المسموح. طيب نمره اثنين، الاكثار من السوائل دايما ده بيبقى حاجه كويسه ومحموده بالنسبه لنا، لان يعني في الوقت ده بتبقى الشهيه مقفوله شويه، بيبقى فيه تكسير في العظم جامد. زي ما قلنا الحاجات دي بعض الناس ممكن بتتطور الامور غير بقى الراش او الطفح الجلدي او الكلام ده، في بعض الناس بتتطور ان هو يجي له قيء والم في البطن جامد وحاجات زي كده، كل الكلام ده وارد. فدايما احنا بنتعامل مع الاعراض على الاوضاع الموجوده دي. الاعراض البسيطه هي الام العظام وارتفاع درجه الحراره زي ما احنا قلنا كده بالظبط. ودي التعامل بتاعها بيبقى بالمخفضات. الحاجات لما بتزيد الاعراض بناخد سوائل، لو زادت الاعراض بزياده جدا والعيان بدا يخش في حاجه بنسميها البالبيتيشن بقى وضربات القلب السريعه. بالبيتيشن فيبتدي ده ضربات القلب السريعه دي بنبتدي ساعتها نقول العيان ده قد يحدث ان هو يكون محتاج مستشفى، لان احنا في الوقت ده بنبقى عاوزين نديله سوائل واوكلاويد عن طريق الوريد، لانه ما بقاش قادر ان هو ياخدها عن طريق الفم، عنده ميل للقيء وساعات بيبقى فيه ترجيع، وساعات الترجيع يبقى فيه احيانا بعض الدم البسيط، ودي بتحصل لبعض الناس. طيب دكتور لو حد جاله بعد الشر حمى الدنك او الدنك يقدر يعالج نفسه في البيت، ولا هو بالطريقه اللي حضرتك بتقول لنا عليها الخطوات دي، ولا حضرتك شايف ان هو المفروض بينزل يروح المستشفى او بيروح العياده لدكتور او يشوف مع دكتور؟ يعني هو الاساس طبعا ان هو ده الاساس ان هو يعالج نفسه في البيت. أوكي. ده معظم الحالات بتبقى كده. تمام، معظم الحالات بتبقى كده، بس في ناس كتير طبعا ما بتبقاش عارفه ان المسمى المرض اللي عنده ايه، او الدنيا او هو تعبان من ايه، فعاده الدكتور هو اللي بيقول له دي الوضع بتاعها، دي ممكن الشك فيها بالذات في المناطق الموبوءه اللي فيها حالات كتير. تمام، لان زي ما احنا بنقول ان البعوضه بتتغذى على دم مريض مصاب، وبعد كده البعوضه بتبقى ناقله للمرض فيما بعد. مفهوم. تمام، ومش كل انواع البعوض طبعا بتبقى ناقله. طبعا. تمام، فالنقطه كلها احنا بنقول يعني البعوض اللي بينقل الملاريا مختلف عن البعوض اللي بينقل الدنج فيبر. تمام، اوكي. فدايما القصه كلها الاساس فيها اعراض خفيفه وبسيطه، احنا بنلتزم المنزل وبناخد سوائل، وقد يعني تستغرق القصه عده ساعات او يومين ثلاثه او ما يبقاش فيه اعراض خالص، ده الشائع والمعتاد. يعني يا دكتور لو الحراره نزلت هو بيبتدي يخف؟ بيبتدي يخف، لكن بعض الاحيان ان يعني بتيجي الاعراض، يعني بيفضل الام العظم مع الواحد بتطول فترات طويله. طبعا. شويه، وقد يحدث ان الانسان يتعرض لاصابه اخرى. تمام، وقد يحدث ان الدنيا تطول معاه، لكن هو المعتاد ان العيان بيخف كومبليتلي في زمن قصير، ممكن ما يتعداش الاسبوع، وزي ما قلنا ممكن يبقى بضع ساعات، ممكن يبقى ايام بسيطه كده، ده المعتاد. اوكي، هل يا دكتور الحمى دي معديه؟ الحمى زي ما قلنا بالظبط ما هيش معديه، بمعنى ايه؟ ان هي الاساس فيها اللي هي اللزغ بتاع البعوض، او ان واحد يتنقل له دم من حد مصاب، ودي بتبقى حالات دلوقتي في ظل ان احنا في كنترول جامد على نقل الدم ومشتقاته والكلام ده، ما بيحصلش القصص دي. تمام، يبقى الاساس بالنسبه لنا نقل البعوض. المخاوف بقى ان واحد يقعد جنب واحد فينقل له، او مثلا قعد معاه في نفس الاوضه، دي عدوى تختلف عن حاجات ثانيه اللي هي بتتنقل عن طريق التنفس او حاجات زي كده. طيب يا دكتور عايز اسال حضرتك اخر حاجه، لان طبعا الناس بيكونوا مخضوضين جدا من كم الاشاعات اللي موجوده على السوشيال ميديا، فمن خلال حضرتك برضو من خلال ترانز عايزين نطمن الناس، فعايزين حضرتك تشرح لنا ببساطه هل اي ناموسه ممكن تيجي على حد في وهو مسافر ولا قاعد في القاهره ولا في اي حته ممكن تؤدي الى حمى الدنك؟
لا طبعا احنا لسه بنقول ان البعوض لازم تكون اتغذت على دم مريض مصاب في الفتره اللي هو ممكن يتنقل للبعوضه، تمام، اللي هو فتره الحضانه بتاعته، وبعد ما يخف بحوالي يومين دي الفتره اللي ممكن الدم ده يبقى، ممكن لو البعوضه خدته يبقى ساعتها تقدر بعد كده الدوره الحياتيه اللي جوه البعوضه اللي بتاخد لها حوالي 12 يوم، تمام، او من 8 ل 12 يوم زي ما احنا بنقول، بعدها البعوضه دي ممكن تبقى ناقله للمرض. لكن طبعا الاساس ده بيبقى فيه، لذلك دايما المناطق اللي منتشر فيها اللي هي الاستوائيه او اللي درجه الحراره فيها عاليه دي بيبقى الشائع فيها ان هي ممكن يحصل ان الواحد يتنقل ليه. لذلك دايما مكافحه المرض الاساس فيها هو مكافحه البعوض والوقايه منه، تمام، باستخدام بقى كل الوسائل اللي ممكن تكون متاحه في البيوت، سواء ان احنا بنقضي على البعوض ده عن طريق الوسائل المكافحه اللي بتعملها الدوله او اللي بيعملها البيت نفسه، او الناس بتحط حاجات على الشبابيك تمنع دخول البعوض، او بيدخلوا تحت الناموسيات، او بيلبسوا حاجات باكمام طويله عشان البعوض ما يجيش عليهم. ده الاساس، لكن مش كل بعوض هتقف على واحده تعمل له الكلام ده طبعا. او لو انا في القاهره او لو انا في اماكن مثلا بتبقى الجو فيها معقول شويه ان ممكن يتنادي، في الغالب لا. القصه الثانيه ان طبعا منظمه الصحه العالميه نفسها اعلنت ان ممكن نص العالم يبقى معرض للاصابه بالدنج فيفر. انا معلش كنت باكد على حضرتك تاني المعلومه علشان طبعا السوشيال ميديا، ومن خلال حضرتك بتاكد لنا المعلومه تاني. هل في يا دكتور علاج او مصل وقايه من المرض ده؟ هو طلع في مصر اتعمل في 2019 وده الوحيد اللي أجيز، لكن في مشكوك في قوته او في فايدته او في الفاليو بتاعته. وبداوا ان هم يدوه في الاماكن اللي الناس معرضه فيها الاصابه او اللي هي حاجه انديميك او متوطنه فيها، لكن ما كانش مفيد بالذات. يعني احنا لاحظنا الناس اللي بتاخده ممكن يعني لو جاله العدوى الوخيمه زي ما احنا بنقول عليها ان هو ممكن ما تبقاش منجيه دي ولا اي حاجه زي كده، فبالتالي الفاليو بتاعه المصل ده مشكوك فيها. طلع في مصل تاني في 2022 في اندونيسيا، لكن لسه ما اخدش ابروفال، لكن لغايه دلوقتي الكلام ده ملوش فاليو. واحنا قلنا وسائل الوقايه بسيطه جدا بالطرق اللي احنا قلنا عليها، ومش محتاجه كل الهلع ولا التكلفه العاليه، ولا محتاجه ان احنا نطعم الناس، لان دي حاجه مختلفه عن امراض ثانيه كتير للناس عاشتها زي الكوفيد وخلافه. دكتور خالد يونس رئيس اقسام البطنه بالمركز القومي للبحوث، بشكر حضرتك جدا على المداخله معنا.